قبل شهرين عندما قدمت ترشيحي بناء على الترشيح بطبيعة الحال لحزبنا حزب الأسرة المعاصرة، الحزب الاستثنائي ذو خصوصيات خاصة، كنت قد طلبت أساسا بضرورة عقد ندوة تناظرية بين الإخوة والأخوات الذين تقدموا لقيادة حزبنا، وكان شرطا. مبتغاي من هذا الشرط ليس استعراض العضلات الفكرية أو السياسية بقدر ما كان محاولة منا أن نرفع إيقاع هذا المؤتمر، الإيقاع الفكري والإيقاع السياسي، لأن هاجسي الأساسي عندما انتميت هذا الحزب، انتميت إليه كمناضل من سيرورة بناء دولة الحق والقانون عبر تجربة الإنصاف والمصالحة، أي عبر تجربة العدالة الانتقالية. واعتقدت منذ البداية عندما انخرطت في هذا الحزب وإلى اليوم وسأظل كذلك معتقدا بأن هذا الحزب ليس حزبا يمينيا وليس حزبا يساريا، بل هو حزب ذو خصوصيات جد دقيقة، هو حزب المصالحات الكبرى. عندما استضفنا في لقاءات مدنية أخرى السيد سانتوس، سيد رئيس الجمهورية الكولومبية الذي ينتمي إلى نفس التجربة السياسية لحزبنا، تناقشنا عميقا حول العائلة الجديدة التي يمكن أن تنشأ في العالم، ليست عائلة اليسار كما تعرفون اليسار التقليدي، وليس عائلة اليمين التقليدي كما تعرفونها، بل عائلة جديدة تنتمي إلى الأحزاب التي انخرطت في المصالحات الكبرى. حزب الأصالة والمعاصرة اليوم من الضروري جدا أن يعلن عن هوية محددة. نحن حزب استمرار للإنصاف والمصالحة، من هذا الباب انخرطت فيه، ومن هذا الباب ترشحت، ومن هذا الباب سأبقى مناضلا في هذا الحزب إلى أن طبيعة الحال إلى أن ما عرفت لعيت نهار إلى أن يحين وقت إنهائي مع السياسة، ولا أعتقد أنه يوما أنهي مع السياسة إلا إذا كان الأمر طبيعيا ورحلت. وحزب استثنائي بنشأته بمناضليه بطبيعتهم بسيرته بكل ما له من قوة، بإمكاني أن أسترسل اليوم اللي أجيب عن كل النقاط والخلافات التي كانت أو التي قيلت عن هذا الحزب من خلال نشأتي والسيرورتي والعلاقة بالدولة إلى آخره، ولكن كلها تظل سليمة لأنني معتقدا بعمق الحب الذي أكون للبلد أنه حزب الإنصاف والمصالحة وسيبقى كذلك. ترشحت، واليوم حفاظا على وحدة حزبنا، حفاظا على كرامتي وعلى الشرط الذي قطعته أمام نفسي أمام زوجتي وبنتي والمناضلين، أنني لن أستمر في الترشح ما دام أنني لن أنخرط في نقاش تناظري مع أصدقائي وصديقاتي مع المناضلين الذين يعني ترشحوا لهذه المهمة. لكن بغض النظر عن هذه النقطة، اليوم حزبنا يعقد هذا المؤتمر في ظرف دقيق ودقيق جدا. من الضروري أن نستحضر أولا مصلحة الوطن، من الضروري أولا أن نستحضر مصلحة التجربة الانتقال الديمقراطي في بلدنا، من الضروري أن نستحضر أساسا تجربة العدالة الانتقالية في بلدنا التي هي تجربة رائدة جدا. لا أقول أن ننسحب لصالح مرشح له حظوظ أكثر بالحظوظ التي يمكن أن تكون عندي في قاعة المؤتمر الديمقراطي الذي مرت فيه الأجواء، بل سأتنازل عن الترشيح لفائدة حزبي، لفائدة وطني، لفائدة الأفكار التي سأظل أدافع عنها في أي موقع احتللته غدا في هذا الحزب. الأخوة بي بطبيعة الحال يستحق كل التقدير والاحترام، مناضل نكن له كل تقدير كل احترام، أفتخر أنني معه في حزب
مثل حزب الأصالة المعاصرة، كما افتخر بكافة المناضلين والمناضلين في هذا الحزب. ليس نهاية الأمر إن أعلنت أنني سوف أنهي ترشحي للأمانة العامة، بل هي بداية مشوار جديد، مشوار لكي على الأقل بالنسبة لي، بالنظر إلى المهام التي أشتغلها في مهام أخرى كمركز ذاكرة مشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، ممكن أن أشتغل لكي أعطي لهذا الحزب الامتداد الدولي الضروري عبر الأحزاب التي مماثلة لحزبنا، والتي كما قلت في البداية أحزاب المصالحة الكبرى. البلد في حاجة إلى هذا الامتداد بالنظر إلى طبيعة مشاكل الدول التي لدينا. أنا متفق جدا أن قضية الصحراء تحتل المرتبة أم المراتب بالنسبة لقضايانا نحن. قضية الوحدة الديمقراطية، أنا مؤمن جدا أن وحدة البلاد أساسية للديمقراطية، أن وحدة البلاد أساسية لبناء دولة الحق والقانون، أن وحدة البلاد أساسية لكي ندافع عن قضايا أخرى في العالم. من هذا المنطلق أتمنى بطبيعة الحال صادقا للمرشح الذي ستفرزه صناديق الاقتراع هذه الليلة أو غدا صباحا، وأتمنى لحزبي أن يدوم، وأتمنى لوطني العزيز دوام العلي ودوام السؤدد ودوام التقدم، ولجلالة الملك بالنصر والتمكين. شكرا لكم.